الله عز وجل الذي بنعمته تتم الصالحات، استجابة لدعوة لم الشمل وجمع الصف وتوحيد الكلمة للمرور بمصرنا العزيزة الحبيبة من أزمتها الراهنة التي تمر بها، اجتمع الأساتذة الأفاضل معالي الدكتور عمرو موسى والأستاذ حمدين صباحي والأستاذ الدكتور سيد البدوي والأستاذ محمد سامي أحمد وأصحاب الفضيلة، فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب وفضيلة الدكتور سعيد عبد العظيم وفضيلة الدكتور محمد يسري ومحمد حسان وسعادة اللواء سفير نور وفضيلة الدكتور جمال مراكبي. وبفضل الله تبارك وتعالى في جو من الود والحب والتفاهم والإيجابية الكبيرة، اتفق الجميع على أن مصر القامة والقيمة، وطن للجميع وسفينة يركبها المصريون جميعا، وأجمعوا على أنهم لن يتركوا أبدا بإذن الله تبارك وتعالى هذه السفينة أن تغرق أو أن تتعرض الغرق، والكل مستعد للمشاركة والحوار بضوابط للوصول بهذا الحوار إلى حالة من النجاح الذي يفيد بلدنا واستقرارنا. وبفضل الله تبارك وتعالى أرى أن الجو الذي تم فيه هذا المجلس وتم فيه هذا الحوار تحتاج إليه مصر الآن، ونحن نبشر أهل مصر ونطمئن الجميع بهذه الإيجابية الكبيرة التي تمت في هذا المجلس، وننتظر إن شاء الله تعالى مجلسا آخر لنضع بعض النقاط على الحروف لنفعل هذه المبادرة تفعيلا عمليا على أرض الواقع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يحفظ بلدنا من كل مكروه وسوء. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذا ما نبحثه الليلة في هذه السهرة من الجزيرة مباشر مصر، المبادرات المتعددة للم الشمل وإنقاذ الوطن. آخر هذه المبادرات كما سمعنا من الشيخ محمد حسان هي مبادرة لم الشمل، التي قال أنه اجتمع فيها بقيادات من جبهة الإنقاذ الوطني. ما هدف هذه المبادرة؟ ما تفاصيلها؟ من استجاب لها؟ هذا ما نريد أن نعرفه في هذه السهرة، ونريد أن نعرف أيضا المبادرات الأخرى ومستقبل الحوار أصلا. هل هنالك جو ملائم للحوار في مصر الآن؟ أرحب بضيوفي في هذه السهرة، وهم الدكتور محمد أحمد عمارة، عضو الهيئة العليا لعضو هيئة الدعوة السلفية وعضو الهيئة العليا لحزب النور، أهلا وسهلا بحضرتك. والدكتور حلم الجزار، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أهلا وسهلا بحضرتك. وأرحب بالأستاذ محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الذي أعلن اليوم كما شاهدنا في الأخبار انسحابه من أي دور وساطة في أي حوار مستقبلي بسبب قانون الانتخابات، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. أريد أن أبدأ بك دكتور محمد أحمد عمارة، يعني سمعنا عن أجواء إيجابية في لقاء الشيخ محمد حسان مع قيادات أحد عدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، وإن كانوا الجبهة قالت أنه هؤلاء حضروا بصفة شخصية ولم يحضروا بصفة ممثلة للجبهة. نريد أن نعرف ما هي مبادرة الشيخ محمد حسان؟ الحمد لله رب العالمين. هو الحقيقة أنا سألت واتصلت على بعض من كانوا موجودين في المبادرة شخصيا، والمبادرة أجمل ما فيها أنها تحمل معنيين. المعنى الأول حقن الدماء ولم الشمل وإنهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد وتعصف بها في هذه الفترة. الأمر الثاني سرية الحوار، وهذا ما اتفق عليه بين الجانبين. وأنا أقول لعلها من قول النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، وهذا أفضل، يعني حقيقة أفضل ما في هذه المبادرة السرية، لأن أي تصريح أو أي إعلام سيدخل يعني أظن أنه سيكون هناك بعض المزايدات وبعض الأمور التي يعني ترفع أو تخفض من هذا أو ذاك. ولذلك هم اتفقوا بينهم ألا تكون محلا للتصوير أو للنقل أو لذكر حتى بعض التفاصيل حتى ولو كانت يسيرة. حتى من اتصلت به هو يعني قريب إلى نفسي من بعض الشخصيات التي حضرت، وحتى ذكر اسمه الآن من بين الأسماء، وكان حريصا جدا على ألا يذكر كلمة واحدة، وقال هذا ليس محله الآن لأن هذا اتفاق. فالمبادرة يعني تدور حول لم الشمل
نحن نعلم أن هناك استعدادات وهناك محاولات منذ فترة يعني تؤدي لعدم الاستقرار في البلد، ورأينا في الفترة السابقة خاصة قبل إقرار الدستور أو التصويت على الدستور يعني بعض الشهداء الذين سقطوا بسبب يعني طيب يعني هذه المبادرة البعض. هل هي فقط بين جبهة الإنقاذ ومؤسسة الرئاسة؟ أنكم هي أنتم بداية. كحزب النور مثلا لا. هل أنتم دعيتم لهذه المبادرة؟ لا لا، هي ليسوا ممثلي الرئاسة، لا يمثلون الرئاسة في ذلك، وإنما هي مبادرة من بعض الشخصيات السلفية العامة. تمام. بعض الشخصيات العامة التي تمثل يعني الإسلام أو تمثل المسلمين أو تمثل الدعوة، حتى الجميع مسلمين والحمد لله. طيب أنتم كدعوة سلفية وكحزب النور هل دعيتم لأي لا من لا لا لم ندع لأي من هذه الاجتماعات الأمر أو الأمر الأمر أو عرض عليكم أي شيء؟ الأمر يدور الآن بين بعض القيادات التي يثق فيها الجميع ويحبها الجميع يستبشر الجميع بوجودها، ولذلك أنا أقول حتى أن هذه لا تمثل الرئاسة بصورة شخصية أو بصورة رسمية، ولكن إذا كانت هناك أشياء في مصلحة الوطن أظن أن هؤلاء عندهم المقدرة على إيصال الصورة للرئاسة، وأن الرئاسة لن تمتنع أبدا عن الاستجابة له. لكن هو سؤالي، أنتوا كحزب نور لم ندع، أنتم لم تدعوا إلى هذه المبادرة؟ أقول لحضرتك لأنه لم يشمل، المفروض لم يشمل كل الوطن، ليس لا 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 ليس بس جبهة الإنقاذ والرئاسة. حزب النور لا يمانع، حزب الإصلاح والتنمية ورئيسه الآن لا يمانع في لم الشمل، الحرية والعدالة لا تمانع، الأحزاب كلها لا تمانع، لكن هناك في هذه الفترة من الأفضل ألا يدعى لها تيارات حزبية تحديدا، وهؤلاء لو كان أنا أظن أعتقد لو كان بينهم من يمثلون التيارات الحزبية أظن أن الأمر سيتسع وستزداد الشقة، ولكن الأفضل أن تكون بين أشخاص يمثلون الوسط العام للناس، لهم قبول عند جميع الناس، لا يمثلون تيارا بعينه أو لا يمثلون جهة بعينها، فهذا يكون أدعى للقبول وأفضل للحوار. هل دعيتم دكتور حامد الجزار إلى مبادرة الشيخ حسان؟ لم تصل دعوة إلى حزب الحرية والعدالة، ولكن أنا أثمن جدا وأحيي جدا أن أصحاب الفضيلة الشيوخ في الدعوة السلفية أن قاموا بهذا الجهد، لأن هذا معناه أنهم يحسون شأنهم في ذلك شأن كل وطني غيور بالأزمة التي تعيشها التيارات السياسية أو تعيشها مصر. ومن ثم أي جهد من أي اتجاه لابد أن يعني نرحب. الحكمة ضالة المؤمن، وهذا من الحكمة أن تجمع الناس، وأيضا أرى من الحكمة الكتمان، يعني كليد السرية بس بحبش أنا، يعني أنتوا كلكم جايين تكتموا يعني شيئا، لأن أنا لسه بقول إيه، قال شوقي في رعايتي في كليوباترا ليس شيئا على الشعوب بسري، لكن الكتمان، وربما يعني نطلب من ممن يشاركون تصريح مقتضب فقط يؤهل المجتمع لخطوه قادمه، ما يقولوش تفاصيل، وده هذا من حق دائما الذين يقربون بين المواقف البعيده يحافظون على الكتمان، شيء جميل، لكن يطمئنون المتابعين من الصحافه والاعلام والمواطنين اننا مثلا تبحثنا في النقطه الفلانيه، بس ازاي ما قالش يعني مش شرط يقول، وخطونا خطوات على هذا الطريق، وهناك مقترحات في هذا الطريق. ما تقوليش مين رفض ايه ومين قبل ايه، لكن على الاقل قول لي انت ايه جدول اعمالك. يعني هو لذلك العنوان العام لدينا حق في المعرفه الاعلاميه، العنوان العام الشعب حق في المعرفه. الدستور بيقول ان المعلومات لابد ان تكون يعني ميسر الحصول عليها. طيب معنا عبر الهاتف ايضا الاستاذ محمد سامي رئيس حزب الكرامه، احد المشاركين في اجتماع الشيخ حسان مع بعض قيادات جبهه الانقاذ. يعني نريد ان نفهم بعض المعلومات عما دار الحديث بشانه. استاذ محمد مساء الخير ليك وللساده المشاركين في الحوار، وانا الحقيقه يعني برضو مع ما تواتر بشان انه لا ينبغي ان يكون الحوار دائما حوار عبر ادوات الاعلام وبعض العبارات التي يمكن أن تطيش هنا وهناك. كان عنوان الحوار أولا كيف يمكن مع السادة أصحاب الفضيلة من أفاضل أصحاب الدعوة أن كيف يمكن أن نرقي أدب الخلاف، يعني يمكن أن نختلف لكن لا يمكن أن نسكت على ما يدور من تراشق ومن تقاذف ومن تجاوز ومن اتهامات تمتد لتصل إلى التخوين من ناحية وإلى التكفير من ناحية أخرى. تمام.
وكان هناك يعني تسليم بأننا ينبغي أن نضع لسقف الخلاف أو لأدب الخلاف سقفا لا يسمح بأن يكون عبارات التخوين أو عبارات التكفير لكن أو التجاوز أو التراجع. طيب. وهذا ما أدركنا أنه كان محل قبول واحترام من السادة الأفاضل. طيب وبالتالي نفهم مهندس محمد سامي قيمة الحوار في حد ذاته بداهة يعني. طيب نفهم من كلامك محمد المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة أنكم طلبتم من المشايخ الأجلاء الذين اجتمعتم معهم أنه يكون في كلام على الفضائيات الدينية مثلا أن هي تلتزم أو تنضبط بشيء مما اتفقتم عليه، هل هذا من ضمن كلام ضمن مطالبكم مثلا؟ يعني احنا يعني لما بنتكلم مع رموز أجلاء يعني كان تلقيهم لهذا الأمر كان يعني إيجابيا جدا من غير أن نطلب تحديدا، لكن كان حماسهم وتقبلهم لفكر التبني أن يكون للخلاف، وأنا أقول للخلاف بداية للخلاف أدب ويعني استمساك بما نهت عنه الشريعة السمحاء. نعم. طيب يعني وجدتم تفاهما من المشايخ الأجلاء لضرورة ضبط الخطاب الديني، لكن هل طلب منكم المشايخ الأجلاء أيضا ضبط الخطاب المدني، ضبط خطاب القوى المدنية بالمقابل؟ بالتأكيد بالتأكيد، يعني هذا أمر يعني يعني المسؤولية مشتركة فيه. طيب. ونحن يعني عندما طرحنا هذا الأمر كان طبعا في يقيننا أن هذا الحوار عندما يعني يتلقاه الأطراف من جانب من هم محسوبين على الاتجاه الوطني، وأنا لا أحبس فكرة الأطراف المدنية لأن كلمة مدنية ربما تعطي انطباعا بأن هناك خصام بين المدني والديني وهذا ليس حقيقيا. طيب رموز في جبهة الإنقاذ وأنت خارج حضرتك من اجتماع حالا لجبهة الإنقاذ، رموز اعتبرت أن مبادرة الشيخ حسن زي الدكتور عمرو حمزاوي على سبيل المثال اعتبر أنه كيف نقبل بمبادرة تطلب منا ألا نتظاهر وأن نروح نذهب إلى الرئيس في قصري ونجتمع معه، يعني يبدو أن رموز فسرت مبادرة الشيخ حسن على أنها محاولة لإنقاذ مؤسسة الرئاسة من مظاهرات 25 يناير الذكرى الثانية لأحداث الثورة. إطلاق يعني أولا لم يرد ذكر هذا الكلام على أي نحو بالتلميح ولا بالتصريح، نحن كنا نتحدث حوالين هذا الأمر وانتقل بنا الحديث بعد ذلك حول ما يمكن أن يفسر من جانب الرأي العام باعتبار أن إجابة الإنقاذ بتسجيل على الدعوات الحوار من الطرف الآخر وترفض دائما كل مبادرات الحوار، وهذا أيضا استغرق قدرا من الوقت في التوضيح شأن ما يمكن أن نتحدث عنه حوار وإطاره وليس شروطه، ما هو الإطار اللائق لكي يكون مثل حوار إيجابيا. طيب وهل اتخذت جبهة الإنقاذ قرارا الآن بالاستجابة لدعوة الحوار الوطني التي كان رعاها المستشار محمود مكي نائب الرئيس؟ فاضل يعني رأينا في هذا الإطار حتى الآن لم يتم. يبدو أن هنالك مشكلة في الصوت مع المهندس محمد سامي، سنعاود الاتصال به مرة أخرى. المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة وعضو جبهة الإنقاذ الوطني. أعود إلى ضيوفي في الاستوديو، أعود إليك أستاذ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وكانت لك تجربة في الحوار، كنت وسيطا في لجنة الوساطة في الحوار،
تنقل وتتوسط بين جبهة الإنقاذ ومؤسسة الرئاسة، ثم تخليت عن هذا الدور. لماذا تخليت عن هذا الدور؟ طيب خليني بس في البداية الأول أقول الكلام اللي سمعناه من الدكتور محمد عمارة فيما يخص الجهد اللي بيبذله شيوخ الدعوة السلفية، يعني حاجة يعني جميلة وحاجة جهد يعني محترم، ويعني ربنا يجازيهم خير عنه. وأنا بقول الموقف يستدعي أنه الجميع يحاول ولا حرج في هذا، ومش عايزين ان احنا يعني لا نتكاسل ولا نيأس من هذا، ويعني لا بأس زي ما قال انه في الوقت ده وفي الظروف دي ان يبقى في شيء من الكتمان شوية. وماله؟ لان احنا شايفين المشهد كله مرتبك، وربما يعني تصريحهم من هنا او هناك يعني لخبط الدنيا. لكن لابد ان يكون هذا الحوار شاملا لكل المصريين، لانه جبهة الانقاذ صحيح بتمثل جزء كبير من الحركة الوطنية، لكن هناك كثيرين أيضا لهم ويعني مفترض أنهم يبقوا طرف في أي حوارات قادمة، لأنهم أيضا يمثلوا يعني شريحة كبيرة من المجتمع. بس أنا رأيي ووجهة نظري يعني من خلال التجربة، عشان تقدر تنجح الحوار محتاج قبليه أنك تبني جذور الثقة. إحنا عندنا مشكلة، جذور الثقة دي بتتطلب انه يبقى المناخ والبيئة مناسبة مواتية. ما ينفعش من جميع الاطراف انه يبقى فيه تصريحات من هنا وتصريحات من هناك، اتهامات وتشكيك وتخوين. هذا الكلام لابد ان يتوقف. اذا كانت النوايا طيبة يبقى نهيئ المناخ بان احنا كله يهدى، وزي ما حضرتك تفضلت فضائيات من هنا وفضائيات من هناك، كل ده لازم يتوقف. ايضا الدعوات اللي يعني أنا بشوف مع كل تقديري لحماس الشباب وغيره يجب أن يتوقف هذا، يعني لا يعقل أبدا. وإحنا عندنا مناسبة زي 25 يناير ذكرى عزيزة علينا كلنا، عايزين نحتفل، عايزين نفرح، المصريين عايزين يفرحوا بمناسبة سعيدة دفع ثمنها شهداء والمصريين كلهم تحملوه. عايزين ندي للناس أمل. مش ممكن بدل ما نحتفل نحتج أو نشتبك او يعني يبقى نخش في مواجهات، لا. فلابد ان احنا عندنا البدايه ادي 25 يناير اهو قادم ان شاء الله، وعندنا مناسبه مولد النبي، يعني ربنا يخليها كده مناسبه خير ومناسبه سعيده. ما ينفعش ان احنا نبقى عايشين في الدوامه دي والكوارث بتحطنا من كل حته. الوضع وضع خطر، ويجب ان كل واحد يشيل شيلته بقى ويتحمل مسؤوليته اذا كنا فعلا حريصين على مستوى البلد يعني. اما فيما يخص الوساطه، لان انا كلمه وساطه دي كلمه ما بحبهاش. ليه؟ لانه ما هوش دور وساطه، نحن لا نتوسط. في النهايه هذه مؤسسه الرئاسه المسؤوله عن المصريين جميعا، يعني تحاول ان تدير حوار، حوار وطني للم الشمل. وهناك بعض من القوى الوطنية متحفظة نتيجة تجارب سابقة تتحفظ ولا تثق في انه ما سيتفق عليه هيتم تنفيذه. تمام. فاحنا وبكل صراحة يعني وده حصل لان انا كنت من الممتنعين عن حضور الحوار الوطني، انا ما كنتش مشارك فيه، انما بعد اقرار الدستور وبعد الموافقة عليه خلاص اصبحنا في وضع جديد يحتم علينا كناس بنشتغل في السياسه ان احنا نجلس على مائده الحوار. ده الطبيعي يعني بالاتفاق على عشان نشوف قواعد اللعبه هنمشي ازاي وهنقدر نحقق ايه. ولما قعدنا الحقيقه تحدثنا مع الرئيس بكل صراحه وقلنا له انه لا يتصور انه يتم حوار وفي احزاب رئيسيه كبيره وقوه وطنيه مش موجوده على الترابيزه، يعني من الذي يتحاور؟ فالحقيقه الرجل تفهم وقال احنا حاولنا وبنحاول وبندعيهم وبكل الطرق. فإذا كان اتفضلوا مشكورين ياللي بتتكلموا من هنا جت اللجنة دي يعني، وتحاوروا معاهم وتحدثوا معاهم. وفعلا ما كناش بنتوصل، احنا نقلنا انطباعنا احساسنا ان هناك جدية، انه في التزام طول لرموز وقوى جبهة الانقاذ الوطني. يا جماعة خلونا ندي فرصة ونجلس، واللي انت نفسك فيه قوله انت على الترابيزه، ما حدش بيقول لك اقبل حاجه ولا ما تقبلش، يعني اللي انت عايزه بس وجها لوجه. مش هينفع ان احنا
يعني نتحدث من بعيد يعني. كان لهم وجهة نظر انه لهم يعني 11 ضمانات او 11 ضمانات سميها يعني تعهدات. انا مش شايف ان كان في مشكلة الحقيقة، لكن الجو والظروف كان في مشكلة، لانه حسب شروط جبهة الانقاذ او ال 11 مطلب اللي هم قالوهم كلها متعلقة بالانتخابات وإعادة صياغة الدوائر وعملية والعملية الانتخابية. ده مؤخرا، انما هو كان في البداية ان هم عايزين انه ما يعني بعض التزامات فيما يخص من الذي يمثل في الحوار، ايه هي موضوعات الحوار، ثم آلية تنفيذ هذا، ايه الضمانات، يعني امور كلها لما تحدثنا فيها الحقيقة مع اللجنة المشكلة اللي رئيس الجمهورية مشكلها من نائبه ومساعدينه ومستشاريه، أبدوا استعداد للجلوس والحوار المناقشة حولها. في جميع الأحوال زي ما قلت لحضرتك الظروف ما ساعدتش، كان هناك بعض اتهامات صدرت وتلويح بأن النائب العام ربما يحقق مع بعض من رمز الجبهة الإنقاذ بتهمة الخيانة، يعني كلام من هذا القبيل تردد وتقال، وطبعا ده أصاب الكل بحالة من الذعر. يعني في جميع الأحوال اللي أنا عايز أقوله، أنا وجهة نظري يعني إنه لا سبيل غير للحوار، إنما هو عشان يبقى حوار حقيقي محتاج إنه يتحط له يعني جدول أعمال، زي ما بنقول جدول، ويبقى معروف من الذي يمثل في الحوار، قوى الوطنية الحقيقية اللي لها وجود ولها عشان تقعد تلتزم، ثم آلية تنفيذ، وأنا هاجي هنا بقى الجزئية المهمة، آلية تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، لانه تجربتنا فيما يخص الجلسه قانون الانتخابات اتكلمنا فيها في قانون الانتخابات، قعدنا وكان ممثل فيها جميع الاحزاب اللي لها الاغلبيه في مجلس الشورى، الحريه والعداله والنور كل الاحزاب، وكان موجود فيها نائب الرئيس ومساعده الرئيس ومستشاري يعني، وتوافقنا وكان من ضمن ما توافقنا عليه الماده اللي خاصه بالمراه، وايضا انها تبقى في النص الاول يعني في الدوائر التي تزيد عن 4، وايضا جزئيه ما هو متعلق به، ودي مساله كنا بننادي بها جميعا من سنوات، وكان معنا في هذا الحريه والعداله في 2005 انا متذكر، يعني انه الشعب لما ينزل وينتخب حد مستقل او بينتمي لحزب يجب ان يحترم اراده الناس ويستمر على ما تم انتخابه عليه، ما ينفعش يتحول. ليه؟ لان كان الحزب الوطني زمان كان بيضم الناس لما بينجحوا وبيعمل اللي هو عايزه، ففوجئنا انه عند تداول القانون في مجلس الشورى انه لم يتم الالتزام بما توافق بهذين البندين. طبعا ده موضوع، وبعدين يعني مش هتوقف بقى على تصريحات لرئيس مجلس الشورى وبعض من قيادات حزب الحريه والعداله، قيادات انا اشوف انها تسيء لمؤسسه الرئاسه. ليه؟ لانه امال احنا قاعدين ليه؟ امال يبقى الحوار ده لازمته ايه اذا كان يعني مش هيتم احترام ما يتم الاتفاق عليه؟ امال هتعمل معايا ايه يا عم في الدعوه اللي السيد الرئيس وجهها اللي هي تعديلات الدستور، تعديلات الدستوريه، اذا كان في المادتين دول هتعمل كده، امال في التعديلات الدستوريه دي هتعمل ايه؟ فهنا يعني تخلي كل من كان رافض للمشاركه والحضور يقول مش قلنا لكم ان مفيش التزام، ما هو ده الرد على طول يعني. ادي الحقيقه ان مفيش نيه ومفيش اراده حقيقيه، عشان وده حاجه تحزن الواحد. فالواحد احتراما لنفسه يعني واحتراما للناس اللي حواليه قلت لا، يبقى احنا هنا نتوقف ونقول كفى بكل ادب وبكل احترام. طيب نتوقف عن ايه؟ نتوقف عن دور عن دورك في لجنه الوساطه دي واحد، ولا عن الحوار كله؟ نتوقف عن الحوار طبعا. طيب تمام، يعني انت كده تمام بره الحوار. اصل انا في رايي لا اتصور ان هناك حوار حقيقي هينتج عنه نتائج، خلي بالك من اللي بقوله ده، لا اتصور ان هناك حوار حقيقي هينتج عنه نتائج فيما يخص مواد الدستور بالذات يعني. ربما في المشكلة الاقتصادية نعم ممكن في هذه الآونة، أما مواد الدستور لا أتوقع أي شيء إلا بعد انتخابات البرلمان، ونشوف هتبقى الـ الأوزان إزاي والدنيا هتبقى عاملة إزاي، ربما نرى مفاجآت ربما الدنيا تتغير محدش عارف. فأنا ما بتصورش إن ممكن يبقى في حوار منتج بالذات في المواد المتعلقة بالدستور في هذه المرحلة، حتى نعرف شكل البرلمان القادم.
انا ده وجهه نظري يعني. طيب سأعود في الاستوديو لكن انضم الينا مره اخرى الدكتور المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامه. وكنا نريد ان نعرف موقف جبهه الانقاذ الان، هنالك احساس يعني بالمراره نقل عبر شاشه الجزيره مباشر من اكثر من طرف في الحوار ان مؤسسه الرئاسه الان ربما تضحي بمن شاركوا في الحوار الاول في مقابل انضمام جبهه الانقاذ التي تريد ان يكون وجودها في الحوار وجودا قويا. هل اتخذت جبهه الانقاذ قرارا بالجلوس الى مائده الحوار مع مؤسسه الرئاسه؟ السيد الفاضل، انا لن اكرر ما تفضل به الاستاذ الفاضل الذي تحدث، لانه عبر عن ما يمكن ان يقال بطريقه واضحه. ده الاستاذ محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنميه. نعم، اللي كان يتحدث قبل حضرتك الاستاذ محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنميه. اهلا 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 يا استاذ محمد. مساء الخير. ازيك استاذ سامي؟ وحشني. اتفضل يا فندم. خليك وبارك فيك. انت يعني الحقيقه قمت بما هو كافي جدا بما كنت انتوي ان اقوله بوضوح شديد جدا، ولذلك انا لن اكرر كلامك. انا السؤال لانه لم يعني لم يطرح اولا من حيث المبدا ان هناك يعني رغبه في الحوار، واذا كان هذا يعني محتمل في المستقبل فانا بعتقد ان كلام اخي وصديقي الاستاذ محمد انور هو كفيل بالرد. يعني بعد الانتخابات، يعني لا حوار قبل الانتخابات. ومظاهر للجدية لأن يكون هناك خطوة على الطريق للتقابل، أم أنك ما زلت ترى الطرف الآخر لا يهتم ولا ينتوي على الإطلاق القبول بأبسط ما يمكن أن يكون مطلوبا لإثبات حسن النية. شكرا جزيلا. شكرا مهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة، كان معنا عبر الهاتف. أعود إلى ضيوفي في الاستوديو. دكتور حلم الجزار، يعني الكرة في ملعب حزب الحرية والعدالة في الواقع، يعني لا يوجد حسب كلام الأستاذ محمد أنور السادات والمهندس محمد سامي وكثيرين أنه ما فيش أي ضمان أنه الحوار له معنى إذا كنا نتفق على شيء. وده مش موقف الاستاذ محمد انور السادات، موقف حزب غد الثوره ايمن نور، موقف شركاء لكم في هذا الحوار. اتفقتم على اشياء ثم خالفتموها حينما ذهبتم الى مجلس الشورى، وطبعا مش الرد انه مجلس الشورى سيد قراره ويمكن ان يتخذ ما يشاء لانه ده التزام حزبي، يعني كان من الممكن للحريه والعداله ان يلتزم بمقررات الحوار لكنه اختار ان يفعل غير ذلك. اريد ان اركز على نقطتين. النقطه الاولى، لست سعيدا بما تم في مجلس الشورى. لماذا؟ أي حوار المنطق يقول فيه حوار حتى نصل إلى نتيجة، وأي نتيجة نصل إليها بعد الحوار فهي نتيجة توافقية، بل لابد أن تحترم، تحترم من كافة من شارك. فأنا لست سعيدا أبدا بالجزئيتين اللتين رفضتا في مجلس الشورى، ولكن عندي حل، لا زال الأمل في الحل موجود. هياخد حل لأنه القرار القانون لا. ذهب إلى مجلس إلى المحكمة الدستورية خلاص. مش يمكن أجيب حاجة يعني كنترول يعني لا مش أبدا والله مش كنترول ولا حاجة، أنا عارف يعني يديني فرصة. الجزء الخاص بوضع المرأة في الجزء الأول من القوانين، أنا بكل قوة أنا كنت موافق على هذا الأمر، وكنت سعيد جدا بما انتهى إليه الحوار في هذه النقطة. ما تردد ان هذا الامر تمييز قد تعترض عليه المحكمه الدستوريه، انا كان عندي مخرج منه ان نقول ان يشتمل النصف الاول على الجنسين كليهما، فاصبح له لا تمييز بالعباره دي. ربما يقول لا في حد ثاني لا فيها تمييز، لكن تبقى محاوله والمحكمه الدستوريه سي تقول وانت ليه ما تغلبوا لك بيد المحكمه الدستوريه لا بيد مجلس الشورى، هذا افضل. ومع هذا انا ادعو جميع من كان في الحوار يطلع بيان، سواء بقى استمر او لم يستمر الحوار، البيان ده مهم قوي ولا يعني الحته دي الاول. يقول يا ايها الشعب المصري كنا توافقنا على كذا وكذا وكذا، ولكن للاسف لم يصدر القانون بما نريد. انتم ايها الشعب مصدر القانون، فيمكنكم انتم ان تختاروا القوائم التي تحترم هذا الاتفاق. اولى تاني لان شيء مهم، خطاب الى المواطنين المصريين في الانتخابات، يا ايها المواطنون من احترم هذا الاتفاق رغم ان مجلس الشورى ما خدوش، انتم صوتوا للقوائم التي تحترم هذا الامر.
ايه راي حضرتك في هذا المحرك؟ ويبقى كده بس هو حضرتك بتتكلم كانك مش في الحريه والعداله يعني. هي لا انا في الحريه والعداله يعني ازاي؟ لسبب انت عضو الهيئه العليا في الحريه والعداله. أيوة. يعني ليه الحزب لم يحترم دي قضيه التفاق. قضيه ما انا بقولها قضيه جدليه. قالوا المجلس ان هي بالفعل النص فعلا لما تيجي تقول كده من حيث الشكل قد تعترض عليه المحكمه الدستوريه. فانا حلتها الاول بالعباره اللي قلتها وبحلها تاني حتى لو المحكمه الدستوريه حتى لو كان راح المحكمه الدستوريه واعترضت عليه نقول طيب احنا بنقول يا ايها الشعب المصري صوتك انت الذي ياتي به هؤلاء رجالا ونساء الى البرلمان من فضلك احنا احترمنا هذا فلتحترم انت هذا الامر. والكلام ده انا بقول انا في الحريه العداله بقول الكلام ده. ايه المشكله فيه؟ طب ايه الضمانات اللي ممكن تقدموها للشركاء الحوار ان ده ما يحصلش تاني؟ ان احنا نتفق على شيء وبعدين نروح في مجلس الشورى نغيره زي ما قال الاستاذ محمد انور السادات هذا في قانون الانتخابات. فما بالك بالتعديلات الدستوريه التي التزم الرئيس بان يطرحها على مجلس النواب. والتزمت الاحزاب اللي هي المشاركه في الحوار ان هي تقرها او تناقشها بشكل جدي. فما بالك بالاشياء الكبيره هذه؟ صحيح انا يعني اتفق يعني نزع الحوار من أتفق. من اي شيء يقول انه شوف حضرتك انا اتفق مع الاستاذ محمد انور السادات في ان جسور الثقه او جذور الثقه لابد ان توجد. حتى الان للاسف انا شايف ان كل واحد ايا كان يرى الانتخابات قادمه فيخاطب نفسه بالمصلحه الانتخابيه الحزبيه. والحقيقه دي في الظرف اللي احنا فيه ده لا دي تتاخر تيجي رقم اثنين. الرقم واحد المصلحه الوطنيه مصلحه مصر الاول وهات المصالح الحزبيه بعد كده. حتى لو هيخليك ده بدل ما تاخد 45 مقعد تاخد 40 او 35 مش اصل البرلمان مش ابدي. البرلمان هيتغير واللي فات راح والدنيا هيجي ومجلس الشورى ده بعد سنه ماشي. دي رؤيه يعني وارجو ان اكون صريحا مع نفسي ومع حزبي ومع المواطنين جميعا ان مصر فوق الجميع معناها كده ان لما نقعد نتفق يبقى لابد ان يخضع الكل لما تم الاتفاق. هذه حاجة. احلامنا جميعا لكن عشان انا حلمي لكن الواقع في حزب هل نقشت هذه القضيه؟ هل رجع الحزب موقفه وتبين لقيادته هي لم يتم نقش اننا اخطانا يعني في هذه النقطه ولا أنا ولا ده راي الدكتور حلمي الجزار بصفه شخصيه وفرديه؟ لا لا هو يعني تم اتفاق في الحزب بان احنا نحترم هذا الحوار لكن ما تم في قاعه مجلس الشورى يبدو انا مش عضو في مجلس الشورى بالمناسبه لست انا عارف فيه طبعا. يبدو في اشياء تانية قيلت بس انا بتصور ان معركه البرلمان ضغطت على اعصاب الكثير من الاعضاء الموجودين. احد اعضاء الشورى من الحريه والعداله قال لنا بالامس أيوة. انه هذه الماده بالذات ماده وجود المراه في النصف الاول تخلى عنها حزب الحريه والعداله ارضاء لحزب النور. ما انا بقول حضرتك اكيد حصل شيء من هذا اكيد. ليه بقى عايزين حزب النور في ايه؟ هنا المصلحه الانتخابيه تقدمت مش أنا لسه على مصلحه الوطن. انا لسه قلت ايه دلوقتي حالا؟ انا قلت ربما في قاعه مجلس الشورى تقدمت المصالح الحزبيه على المصلحه الوطنيه وانا مش موافق على الكلام ده. طيب. انا موافق المصلحه الوطنيه تتقدم. دكتور محمد عماره لماذا اثار النور على عدم وجود المراه في النصف الاول؟ اولا زي ما سمعنا كده مشاهير الكلام هي شبهه دستوريه كبيره لان كده المحكمه بقى تبتوا في المساله دي يعني ما احنا يعني ما احنا برضه في عالم مطلع سالم مش المثل بيقول كده. ما هو احنا دايما هتبص هتلاقي فعل السلفيين عموما دعوه للاستقرار فانت هتروح الدستوريه وممكن تترفض يبقى ارجع اقعد تاني 45 يوم تاني وهكذا. لا الدستوريه كانت هتقول لك اعمل ايه ممكن الدستوريه ترفض الحاجه الثانيه في حاجات في القانون ممكن الدستوريه ترفضها. الحل سهل قوي بقول لك حل ممكن اقول لحضرتك على قد الحل سهل قوي يعني الحل بس قاضي بس ما احنا عاملين زي ايه؟ عاملين زي جماعه شركاء في شركه خلاص ده هو بالضبط كده يعني شركاء الوطن دلوقتي شركاء في شركه او القائمين على الحوار الوطني شركاء في شركه فبنقسم الارباح فبقول لك بس بشرط الارباح ديت تحط منها نسبه في المكان الفلاني انت مالك ماخد ارباحي احطها في اي حته انت حط ارباحك انت كلها انت حر يعني انا دلوقتي حزب الحريه والعداله هاجي في دايره مثلا شمال في القاهره هيحط العشرة بتوعه كلهم حريم نساء ايه المشكله ما يحطوهم ما فيش فرض تيجي دايره مثلا فيها مجموعه من النساء هتجتمع زي ما في بعض المرشحين دلوقتي عامل من المستقلين يعني عامل قايمه مخصوص هو يعني حس ان هو فقد شعبيه في الفتره اللي فاتت فعامل مجموعه من المستقلين بيعمل بهم مجموعه عشان خاطر يخش بهم قائمه هو حاطط نفسه في القمه عشان يضمن الدخول يعني ايه المشكله انت ليه بتفرض عليا انا خلاص انا يا سيدي وده حاجه معروفه عند الجميع النساء بتوعنا الكوادر بتوعنا بيرفضوا ان هم يشتغلوا في العمل ده هتفرض عليا ليه احط واحده خلاص ايه المشكله انت دلوقتي
بتأيد المسألة ديت. يا سيدي خلي القائمة بتاعتك في مصر كلها في جميع قائمة، خلينا ننسى انت عايز. هل انتوا عندكم مشكلة مع وضعها في النص الأول، مشكلة شرعية ولا مشكلة دستورية؟ والله مش حكاية مشكلة، بص هي المشكلة الدستورية ديت قائمة. أنا حتى كان لي حوار، لا الدستورية فيها كلام، أنا كان لي حوار امبارح طالع في الأخبار امبارح خلاص، قلت لو الأمر أقر على ذلك احنا خلاص مفروض علينا هنشتغل هنحطها، موجود في الاخبار بتاع امبارح خلاص، فلو فرض علينا هنعمل. لكن هي انا بقول انت ما تفرضش عليا حاجه. الحاجه الثانيه هتفتح مجال لمجموعات. اتفقتوا على الكلام ده؟ مش انتوا كنتوا جزء من الحوار الوطني واتفقتوا على الكلام ده ولا لا؟ لا لا لم نتفق على ذلك ابدا ولم يؤثر عنا، وممكن الاستاذ محمد اهوت ما ذكرناش في اتفاق زي كده. طيب فدي بس كان حزب نور ممثل موجود. لا لم 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 هذه لم نتفق عليها. الحاجه الثانيه، الحاجه الثانيه هذه من نقاط التوافق حسب ما افهم. ان هذه من نقاط التوافق التي خرج بها الحوار. مين اللي كان فيه بيمثلنا؟ كان موجود اللهم صل على النبي دكتور بسام. لا كان طيب على ما يفتح الحاجه الثانيه. الحاجه الثانيه بسام الزرقاء اتصور. الحاجه الثانيه، الحاجه الثانيه اللي الاستاذ محمد عرضها وانا على فكره يعني ذكر كلمه جميله قوي، كلامه كله حلو والله الاستاذ محمد. الناس اللي حقيقي بحبها وعنده فعلا حب الوطن يعني. حتى قال احنا عايزين كل واحد يتحمل مسؤوليته، واحنا فعلا في المرحله ديت محتاجين كل واحد يتحمل مسؤوليته. لكن هو ذكر حاجه اللي هي ضم المستقلين للاحزاب، ودي فعلا احنا كنا بنرفضها تماما وكنا كارهينها تماما وكنا بنعاني منها، لان اي واحد ليه شعبيه في مكان بينجح بيجي الحزب الوطني كان بيستقطبه وبيديله اغراءات كبيره جدا عشان خاطر ينضم للحزب، وده كنا كلنا شايفينه. الامر ده غير موجود دلوقتي تماما. اولا النص الدستوري دلوقتي فتح الامر للجميع. الحاجه الثانيه انا ما عنديش اغراءات اقدر اقدمها لاي حد. الحاجه الثالثه انا دلوقتي كشخص كمحمد عمارة مثلا خلاص مش هنضم لحزب النور، هخش فردي خلاص، مش هنضم لحزب هتخش مستقل مثلا، هخش مستقل خلاص. انا انتمائي في الاخر داخل المجلس هيبقى لنفس المنهج ده، مش هغير. فهو الخوف مش موجود، هو الخوف في الحته دي مش موجود، لان كان في استقطاب زمان لهذا الامر، بدي لك امكانيات، بدي لك كذا، بدي لك كذا، عشان اغراءات كبيره جدا عشان النقطه دي. اسمعها اللي هي النقطه واجهه جدا، كثره عدد الاحزاب ما بقاش في حجر على حد يكون حزب، فبقاش في خوف من ان واحد يتنقل من حزب لحزب، ما في ما عنده يروح يعمل حزب بالاختار خلاص. فربما يكون دي لها نوع من الواجهه. فانا النقطه دي مش انا مش قلقان منها، قلقان من الاولانيه مش من الثانيه. من الحته من الاولانيه لكن هو المشكله اللي قالها الاستاذ محمد انور السادات ان انتوا اتفقتوا على حاجه وغيرتوها، وهذه من النقاط التي اتفق عليها، انه تغيير الانتماء الحزبي بعد الانتخابات يعني فقدان العضو العضويه في البرلمان، وده ما لم يتم في قانون الانتخابات. لم يتم. بس هو مفيش ما لا يشكل خطرا ولا يشكل خوفا. النقطه الاولانيه اكثر حساسيه، نقطه وجود المراه في البرلمان اكثر حساسيه لي. هب ان انا ما عنديش كوادر النهارده، ما كيف اكون كوادر؟ اكونها بالتجربه والخطا، اكونها بالتدرج، مش هعرف ادخل ب 30 ادخل ب 2 ب 3 4 ويزيدوا مع الوقت. المرأة تكون فاعله في كافه الجوانب الحياه السياسيه. بالمناسبه لا اجد ابدا اي حرك شرعي في ذلك، فانها كانت تقاتل في الجيش على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، مش ممكن يكون في حرك شرعي. لكن هو في حرك الف عاده، مش شرعي فقط يعني. وعلى فكره واحنا بنعاني برضو بعض ازواج بعض الكوادر يقول لك لا طب انا زوجتي مش عايزه، ده مجتمع مش ناحيه شرعيه. لكن احنا عندنا لكن لو وجد الالزام وكان هنالك كان يساعد على التطوير، كان غالبا على كثير من الفقهاء الدستوريين ان المحكمه الدستوريه لم تكن لترفض نصا يميز ايجابيا ضد المعارضه. هي كانت اكيد هترفض انه في تمييز، لكن لازلنا في فسحه من الوقت نقول للمواطنين يا ايها المواطنون انتخبوا ما اتفقنا عليه. ايه راي حضرتك في الحكايه دي؟ كلام واضح وسهل، والشعب هو الذي يختار. على ذكر المسؤوليه استاذ محمد انور السادات، كيف يمكن ان نقول ان هذا الحزب او هذا التيار او هذا هذه المجموعه من الناس تتحلى بالمسؤوليه؟ ما هو التصرف المطلوب من كل التيارات والحركات الشبابيه في مصر في ثورة 25، في الذكرى الثانية لثورة 25؟ طيب خليني بس قبل ما أقول دي سريعا أقول إن إحنا محتاجين إن إحنا نشعر المرأة المصرية والفتاة المصرية إنه اللي كانوا شركاء في الثورة واللي لعبوا دور كبير وما زالوا إلى الآن يعني لابد إن هؤلاء أو كل من ذكرناهم بما فيهم الشباب وإخواننا الأقباط أيضا، لأن دي مسألة برضو غاية في الأهم، لابد أن يشعر الجميع أنهم شركاء وأن لهم فرصة، زي ما ادينا فرصة للعمال والفلاحين أن هم يستمروا معنا، وكان
في البداية كان ما اتفق عليه في الجمعية التأسيسية انه كانت هتلغى نسبة 50%، ولكن وضيفت في اخر يوم ولأي بالظبط. فانا بقول لابد ان احنا نشعرهم بقى. كنا نفضل بما تم التوافق عليه، الاحزاب يبقى فيه ميثاق شرف، الناس تطلع وتختار. هل اذا دار حوار بشان ميثاق الشرف هذا ستشارك فيه استاذ محمد انور السادات؟ طبعا اذا الاحزاب هتلتزم اكيد. انا وده عايز حوار، وانت حضرتك رافض الحوار دلوقتي. لا انا بتكلم على فيما يخص يعني وضع القوائم. انا شوف حضرتك، انا دائما مع اي حوار ممكن يبقى حوار منتج مفيد ما دام لصالح البلد. انا مش ضد الحوار بالعكس، بس لابد انه يبقى فيه زي ما بنقول قواعد ثابته تحترم ايا كان النتائج. انما حوار لا يؤدي الى شيء يعني يبقى احنا بنضيع وقت الكل. انا ما اساءني جدا هذا اول حوار وطني يقام بدعوه من الرئيس بعد وتحت حاله رعاية احتقان الرئيس. شديد في المجتمع وانقسام بعد موضوع الدستور رهيب. فانا مندهش لانه كيف يعني ده احنا كلنا مفترض ان احنا يبقى ندعم توجه الرئيس في انه بيحاول يلم الشمل ويعمل تصالح. ازاي الاحزاب اللي بتنتمي لنفس الفكر، ما بقولش بقى حزبه لانه خلاص اصبح رئيس كل المصريين، الاحزاب اللي بتنتمي لنفس الفكر ونفس ده لازم تبقى احزاب داعمه له، ولازم هي اللي كانت تبقى حريصه على ان التوافق ده ينجح. انما النهارده اقول لي الصوره والشكل كده، لما انت تحط الحوار بتاع رئيس الجمهوريه انه يبقى هو ده مصيره او هو ده شكله، وتخلي واحد زي انا مانيش يعني انا واحد اختلف مع طيارات اذا كان ليبراليه اسلاميه، اختلف في السياسات في الاداء، لكن ما بكرهش واتعامل مع الناس بكل ادب وكل محبه، مفيش كره من جوايا الحمد لله، متصالح مع ربنا ومتصالح مع نفسي واحمل يعني كل موده ومحبه. لكن خليت النهارده قلت لا بصراحه الكلام ده كلام ما ينفعش وهيبقى بس انا عايز اصلحك انا بتكلم بصراحه يعني. طب خلينا نقول اصلح محمد طرح جمله مهمه يعني نقطة. انا في يعني ليه التدارك اللي حضرتك تكلمت عنه ان هو يعني لسه المساله ما خلصتش يعني ممكن ان يكون هنالك ميثاق شرف بين الاحزاب لوضع لشكل القوائم صحيح، ان يكون فيها اقباط، ان يكون فيها شباب، ان يكون فيها من النوبه ومن سيناء ومن البدو، ان يكون فيها من كل الاعراق ومن كل الاجناس ومن كل المذاهب. ريح ارض الناس وخلي الناس تشعر ده لسه وارد. هل ممكن تشارك فيه دكتور حلمي جزار؟ هل حزب النور ممكن يوافق؟ دلوقتي امضي لك دلوقتي هات لي ورقه بيضاء على هذا المثال فهذه البنود وانا اتفق معك. بل سوف اقول لحضرتك ان قوائم حزب الحريه والعداله سوف تكون مفاجئه للناس من حيث هذه النقاط، يعني ايجابيه في هذه النقاط بوضوح شديد جدا، واقولها وانا مطمئن تمام الاطمئنان ان انا بحزب الحريه والعداله سوف نراعي كل حضرتك ما تفضلت بقوله من اعطاء الفرصه لكافه هذه المكونات لكي تتصدر او تكون في القسم الاول على الاقل من القوائم. سوف يحدث ذلك ان شاء الله. حزب النور هل يمكن ان يتجاوب مع مثل هذه الدعوه، دعوه لميثاق شرف في وضع القوائم وتفضيل المرأة وتفضيل الشباب وتفضيل العناصر التي لا يمكن أن تحصل على مقاعد في البرلمان بدون تمييز إيجابي؟ هو كلمة تفضيل هنخش بالتمييز ودي احنا بنفضها، ما ده مش دستوري أنا بقى خرجنا بره الدستور. طيب ما انا هيبقى تمييز طواعي يعني طوعي. انا هقول لحضرتك انا برضو كنت ما خلصتش كلامي وبرضو انت رجعتني ليه بنفس السؤال. انا دلوقتي هفترض ان انا كحزب من الاحزاب قائم بتشكيل قوائم ماشي، ما عنديش كوادر معينه في حاجه معينه خلاص. انا كحزب سلفي مثلا مش هينضم لي اقباط، يعني هعمل ايه؟ هروح اقول لهم لا تعالوا عشان واحد اتصل بيا من يومين اخ فاضل يعني بيقول احنا عندنا عجز في العمال فرشح لنا عمال عشان خاطر نحطهم على القائمه بتاعتنا. يعني والله العظيم ده حصل. لا ما ده موسى. انا دلوقتي انا هفترض ما عنديش كوادر نسائيه، ما عنديش اقباط بينضموا لحزب النور، هروح اعمل ايه انا؟ يبقى خلاص استبعد من فهي العمليه تترك. اللي مش اللي عاوز النساء خلاص، انا في 15 قائمه مش قائمه واحده. وانت يعني في حزب النور ما فيش نساء تصلح لل انا بفترض القوائم الاولى هقول لحضرتك حاجه هضرب لك مثال حي. مطروح انا رحت مطروح، هناك المراه ما بتظهرش على حد خالص، هو هناك مطروح كلها سلفيه على فكره. مطروح اربع مقاعد ومستثناه من القاعده. ده كمثال خلاص. لا دكتور حلمي هفرض عليهم ازاي يعني مستثناه من القاعده على فكره السويس هفرض عليهم ازاي؟ الامر محلول. انا دلوقتي عندي 15 قائمه، اللي عايز المراه خلاص موجوده في ده وفي ده وفي ده وفي ده،
اللي عايز الرجال موجود في، لكن ممكن تلتزم بكوتا من النساء، يعني مش لازم تحطها في مطروح، مش لازم تحطها في اماكن فيها حرج اجتماعي، مفيش مشكله ودي عملناها، لكن ممكن تحطها، ممكن تزود عدد النساء في اماكن اخرى لو على هذا النحو، لا تجد حرجا لو على هذا النحو مش مشكله. جميل جميل. وده تقريبا كان موجود في الانتخابات البرلمانيه السابقه والتزمنا به ونزلنا المراه، مفيش مشكله خلاص. لكن انت ما تفرضش عليا، سيدنا عمر كان يقول لا تولوا البراء ابن مالك قياده الجيش فإن هذا ليس تخوينا له ولكن خشية أن يهلك الجيش. سيدنا البراء لما كان يخش يحارب ما كانش في حاجة عنده حاجة اسمها راحة، ما فيش حاجة اسمها نقعد نستريح شوية، لا هو يخش المعركة لحد ما يخلص المعركة خالص يحارب، فده في هلكة خلاص. فأنا في عندي حاجات، أنا بطبيعتي أنا كسلفي ببقى حريص شوية على استقرار، على كذا على كذا، بيبقى ليا رؤية معينة، فما أقدرش أحط فيها واحد معين، واحد معين مش هينضم ليا، فيبقى عندي استعداد لهذه الأمور. لكن فقط للتوضيح، أنتوا موقفكم من المرأة ليس موقفا مستندا على أدلة شرعية، بمعنى أنه مش موقف أنه إحنا لن نرشح امرأة في النصف الأول من القائمة لأن ده يخالف الشرع. لا، هو إحنا الأمر رفض لأنه في وجهة نظرنا مخالف. الأمر الثاني مخالف لماذا؟ مخالف للدستور يعني. مخالف للدستور. الحاجة الثانية ان انت ما تفرضش علي حاجه قد لا تتوافر عندي، يعني اسباب سياسيه ولا حضرتك. انا احترم هذه الشفافيه. هقول لحضرتك حاجه، انا هذا كلام شفاف، هقول لحضرتك الناس كويس. احنا لحد النهارده يعني احنا في الفتره في البرلمان الاولاني والله العظيم كنا بنتخانق مع بعض مين اللي يدخل، ولحد النهارده الناس مش عايزه تدخل، ويمكن الاستاذ محمد يعرف عننا كان الاستاذ، احنا مش حريصين عليها. فهاجي اقول لواحده انت هتفرض عليا واحده، هاجي ادخل مين بقى؟ اذا كنت انا مش راضي ادخل يبقى مراتي اللي هتدخل. فدي قضيه مشكله كبيره، فانت ما تفرضش عليا حاجه، انا هرشح تطلع اشجع وتدخل هي عادي يعني. والله خير. انا كان عندي حل لطيف لو تسمح لي بيه، كنت اقول لنا واحنا نجيب لكم شويه نساء تحطهم في شفت بقى عشان في الاخر يشوفوني. لا سالتني على اللي احنا ايه 25 يناير الاحزاب. طبعا انا اشوف ان اهم حاجه في المرحله دي يعني، ودي بنتكلم لمصر مش لحد، لابد ان احنا نفهم انه ان لم نكن يعني زي ما بنقول داعيين للبناء وللتعمير بحق، مش داعيين لهدم. احنا وضعنا صعب، والواحد بيقول الكلام ده بقول لمصر، ملهاش علاقه بقى لا بالسياسه ولا بحزبيه، المساله محتاجه ان احنا نبتدي، وده دور ومسؤوليه الاحزاب ومسؤوليه كل المثقفين والمفكرين والاعلام. الاعلام طبعا ليه تاثير كبير جدا، يجب ان احنا نبتدي نوعي الناس على خطوره الوضع اللي احنا فيه، واهميه ان احنا كلنا يعني نتكاتف مع بعض. الموضوع اصبح النهارده ما هوش مين في الحكم ومين في المعارضه، لا انا شايف الوضع اصبح اللي الواحد بيشوفه وبيسمعه في الشارع وبيسمعه في يعني القرى وفي المحافظات لما بينزل، وضع يعني يحتم على كل انسان مخلص انه يعني يتفادى ان احنا ندخل في الدوامه اللي احنا عايشين فيها، كوارث واحداث ومواجهات وضحايا يعني حاجه اصبحت زي ما بقول لك عايزين نفرح ومش عايزين نشمت حد فينا. يعني انا بقول يعني احنا مش عايزين ندي الفرصه لحد انه لا يفرح فينا ولا يشمت فينا، ومش هيكون الا بان احنا نتحد، نحط ايدنا في ايد بعض، وبعدين نتحاسب بعدين. يعني ما هيبقى في برلمان هيحاسب اداء حكومه، اداء رئيس ايا كان، ويشيل ويحط، لكن دلوقتي احنا في محنه في ازمه، لابد ان احنا نفهم وشبابنا يعرف انه حقه، لكن حقه ده لازم ياخده بالطريقه والاسلوب اللي يعبر بيه لائق. يعني في امور واعتبارات يعني ثوابت، ولازم الشخصيه المصريه ترجع تاني بقى، الشهامه والمروءه والاخوه، الكلام ده شويه تاه في ظل الاحداث اللي احنا عايشين فيها دي. فربنا يهدي الجميع. هناك حاجه واضحه طبعا الى اتفاق بين الجميع على ثوابت الوطن وعلى قواعد اللعبه السياسيه واللعبه الانتخابيه وقواعد التعايش مع بين المصريين على مختلف اتجاهاتهم في مصر على اي الاحوال. اشكر ضيفي. قبل ما الشكر بس خليني اقول انه يتحمل المسؤوليه الكبرى في هذا تيار الاسلام السياسي حريه وعداله والنور، لانه صاحب الاغلبيه او الاكثريه حتى الان طبعا، والرئيس ايضا بينتمي لهذا، فلا بد ان هم يبقى في صبر، في تسامح اكتر، يتحملوا ويعيدوا تاني وتالت ويصبروا على الناس.
ويشركوا الناس معاهم. ما هو برضه خلي بالك طول ما الناس حاسه ان احنا كنا شركاء. هو انت مش من التيار الاسلامي السياسي ولا ايه؟ ما انا انا سلفي 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 جدا. في ايه طيب؟ وانا خلصنا بطوله يعني احنا عايزين نقول حاجه. شكرا شكرا جزيلا. طب انا معلش انا بقول انا اقول ودي في دعوه جميله قوي في تحمل المسؤوليه. انا اقول يتحمل هذه المسؤوليه كل من له قياده في هذه الفتره وكل من له كلمه مسموعه وكل شخصيه مصريه لابد ان تسعى لذلك. مدي نص سطر زي كده برضه. قلنا 25 للاسف انتهى الوقت. لازم نقوم بخدمه اجتماعيه للناس. انا اللي شكرا جزيلا للضيوف الكرام. شكرا للدكتور محمد احمد عماره عضو هيئه الدعوه السلفيه وعضو الهيئه العليا لحزب النور. شكرا لحضرتك. وللدكتور حلمي الجزار عضو الهيئه العليا لحزب الحريه والعداله. وايضا الاستاذ محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنميه. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه. نلقاكم بعد موجز الانباء لنواصل هذه السهره معكم من الجزيره مباشر مصر. اتحول الى الزميل ايمن عزام. الى اللقاء.